ميتان هذا الموسم. هنا انطلاقة من كامبياغي يحاول المرور، يلعب عرضية داخل المنطقة، والهدف الأول، الهدف الأول لفريق سالرنيتانا، عرضية كامبياغي، والنيران الصديقة تمنح إمبولي الأفضلية. ينتصف الشوط الأول وإمبولي يتقدم في النتيجة. مجهود كامبياغي والعرضية رأسية دفاعية غلطت الحارس أوتشوا، وبالتالي إمبولي في المقدمة. إمبولي في المقدمة. حسرة المدرب فيليبو إنزاغي شاهد كامبياغي، شاهد العمل، شاهد الانطلاقة، شاهد العرضية، والرأسية كانت من زانولي. أليساندرو زانولي يضع الكرة في شباك الحارس أوتشوا، حاول إبعاد الكرة ولكن تحولت بالخطأ في شباك الفريق، وبالتالي هدف أول لفريق إمبولي. كرة صعبة جدا على الحارس أوتشوا. دريفا بالقدم اليمنى عالية داخل المنطقة، رأسية، وهدف التعادل. هدف التعادل لفريق سالرنيتانا. يتعادل سالرنيتانا. عرضية ممتازة من كاندريفا، والرأسية في الشباك. يعدل النتيجة أصحاب الأرض بعد عمل ممتاز من أنطونيو كاندريفا بدون مراقبة. الكرة في الشباك. هدف لهدف بين الفريقين. يعود إذن سالرنيتانا ويسجل. ياك مصر على تنفيذ الكرة بنفسه. إذن يان يفرض نفسه في النهاية، يجبر كانشيليري على ترك الكرة للمهاجم يان البديل في الشوط الثاني. هل يترجم الركلة إلى هدف الأسبقية لفريق إمبولي، إلى هدف سيكون وزنه ثقيل وثقيل جدا لفريق الأزوري هذا الموسم؟ يانغ أمام الكرة في مواجهة الحارس أوتشوا. يانغ هدف ثاني لإمبولي، هدف ثاني لإمبولي، بهدوء بالثقة يضع الحارس أوتشوا على اليمين ويسجل الكرة على اليسار. كان واثق من نفسه، أصر على التسديد ونجح بالتسجيل. هدف ثاني لفريق إمبولي. بروعة وضع الكرة في شباك الحارس أوتشوا. نيانغ يمنح إمبولي الأسبقية، وفريق الأتزوري في المقدمة من جديد. هدفين لهدف. دخل الأمام مقطوع عن يانغ. 3-1، يلعب الكرة أمامية باتجاه كانشيليري، انطلاقة سريعة، فرصة كبيرة، كانشيليري يراوغ، كانشيليري ممتاز، كانشيليري، أي هدف وأي عملية، أي هدف وأي عملية لفريق إمبولي، وأي هدوء أعصاب من المهاجم البديل كانشيليري. كانشيليري يسجل الهدف الثالث لفريق إمبولي، الهدف الثاني له في بطولة السيريا. وتبديلات المدرب دافيدي نيكولا تؤتي بثمارها. فاتسيني يتحصل على ركلة جزاء، إنيانغ يترجمها، وكانشيليري يسجل هدف الأمان. البدلاء يصنعون الفارق، البدلاء يصنعون الفارق بالنسبة للمدرب دافيدي نيكولا ولفريق إمبولي. يا ولد بيرولا يستذكر ذكريات زميله اللاعب بواتينغ بنفس الطريقة مع اختلاف الظروف واختلاف المناسبة، ولكن كانشيليري